بارك الله فيكم. فالاجتماع نشكر السيد الوالي ونشكره على فتح الجلسه بتاعه على الكلام اللي قاله، ونشكره ثانيا والشعب الكل يشكر فيه. اول معناها اوساخ نحكت لنا من ريانا هي تنحيط الادوار والشراء، هذا بصدق الاول. شكروا ياسر ورحموا له على والديه ورجعوا عليه بخير الناس الكل، هو والسيد المعتمد. ثانيا أريانا كانت مدينة الورد والزهر والسوسان والقطمير، اليوم ولات أريانا مسخة ياسر. كانت روضة، كانت أيام عيد في أريانا، الجمعة والسبت والأحد، والناس تجي من تونس ومن كل المناطق ويبدوا يتفسحوا في الشوارع وبكذا. اليوم الشارع الرئيسي اللي في وسط أريانا سواقي والأرصفة أحفر وكل الحوت بتاع الشجر ومتاع النوار، ما في شيء، فارغين ولاو مستنقعات متاع زبلة، زادة متاع زبلة. ثانيا البوبيلات اللي جاوا لأريانا كأنهم جابوا الأخطر وجابوا الوسخ يمرضوا بالكوليرا، ومرض الأخطر منهم هم. اليوم عندهم 10 سنين ولا 8 سنين ما تخسطوش، واحد يشم الريحة يتعدى على 30-40 متر ويشم الريحة تدوخ القلب وجرير. ديما ماشي جاي انا على البلديات باش ينحوهم وينظفوهم، يقولوا الكاميون مكسر. قلت لهم يا سيدي انا من المتخلفين، نوريكم حاجه سهله. قال لي شنيا؟ قلت لهم تريبورتور وبتيتيه ما فيها ومصلحه وشويه تنظيف وموتور في جرتها. القزدريه اللي تتفرغ على الاقل يصب فيها ستايل ماء وشويه واحد ويحب الوحده ويفرغ. هاو نوريكم يا سيدي انا من المتخلفين. تبدا الريحه نظيفه وتبدا اللذ نظيف. ثانيا الناموس والذبان من هالقوادر هذه معناها ولا كشتاء رشان الدواء ما يشبه. فما مناطق يقولوا يضربونا بالحجر، مش صحيح. تطلب تتنحيوا لهم الناموس والذبان والوسخ يضربوكم بالحجر، علاش؟ فما ناس عاملين الحل يتفاهموا مع الاعوان البلديه باش ما يرشوش الدواء انحل فوق الديار، يعني على الضو يقرص اكلوا بيدات الصغار ويعمل حل. هذه حاجه. ثانيا الخدامة متاع البلدية والأعوان اللي لاهين بهم ما هوش في المستوى متاع المسؤولية متاعهم، يحوسوا موتورات وكراهب والخدامة تخدم الفضلات، يجيها في الكونتينير كان يهزوا منها لقشة واللي بفرط في القاعة يخلوه غادي، والآخر يكنس نهارين ثلاثة ما يتهزش يقعد غادي يزيد يتفرط، يجيوا يهزوا الشطر ويخليوا الشطر مفرط في الكياسات، وهذوك يدوروا لا يراقب منطقة لا يشوف النظافة لا يشوف الخدامة خدموا ولا ما خدموش. جماعة لوناس يجيو عاملين الوحود المقر متاعهم يحط لها بلاكة هكا علوها حتى اللي يمشي يعثر فيها ولا كرهبة تعثر فيها، ومعمولين ضعاف تتكسر ساعات تبدا طايحة وهي مكسرة والوسخ هابط معاها يعني في وسط الحلقوم يزيد يتسكر. يعني شيء كبير ياسر، معناها يلزم هالشيء هذايا الناس يتلهاو بالخدمة نتاعهم ويتلهاو بالوقت وينظفوا. وجماعة الناس يمشيوا يهزوا الكراهب والسيارات ويتقوا بحظة جر ويقعدوا يطيبوا في الدين وقت المرواح نتاعهم هكا يروحوا، وهما لا خدمة لا قدمة. جاوا ينحيوا فك السواقي وكن النهوجات اللي محصورة بالتراب اللي يهبط من الماء ينحيوه، يهزوا ثلث ويخليوه 30. مرة جيت نكلم فيهم توا يجي شهر ولا المطرة الأولى، جاو قدام داري في النهج، هذا نهج حمادي بن فضل هو مازال توا، يجي 4 ولا 5 كاميونات تراب جابوهم وسخ حطوهم في النهج. يا ولدي ليش هكا؟ هزوا علينا شنو هذي انتم ديوان التطهير تطهر ولا تزيدوا تخنوا؟ قالوا توا يجي الكاميون. إلى يومنا هذا وتنجموا تشوفوها نهج حمادي بن فضل في الحي الشعبي، يعني ما يهزوش الأوساخ. ناس ناحية تبني وتعمل يجيوا يلوحوا الفضلات نتاع الواحد ويسدوا بها النهوجات، نهوجات مسدوده بالواحد. اللي يتكلموا يسبك النهارات في العماره الكبيره نتاع الورود، ناس عاملين كاوتش وجي 100 متر وجايبينه ويغسلوا به في الواحد ويسيق. قلت لهم يا ولدي مش هكا، اعمل سطيل الماء وسيقوا به وما تهبطوش على وسخ للماء، وهذا هابط حتى لجهه مركز الامن والكياسات والناس تطش بالوسخ وبالواحد ولاو يسبوا فيه. مشيت للبلدية قال لي هانا مشينا لهم شيء ما فهم، باقي يعملوا في الماء وباقي يصبوا. هذه الناس اللي زعما في حي الورود والنظافة يلوحوا الزبلة يطلعوها ويلوحوا غادي، أكل الكناطر تبدا معمولة تتملاء ما يجوش يهزوها.
تبدا فرايد في القاع ويزيد يهزها الريح. انا منفضيكم شيء كبير ياسر، وهذا يلزم تعاون الجهود وتضافر الجهود، ويلزم عنايه كبيره. وريانا راهي